النهاردة في الخلاصة هنكمل احتفال مع حضراتكم بإنجاز مهم، وزي ما قلنا يمكن ده أهم مشروع ثقافي في القرن 21، وإنجاز كبير الحقيقة بإيد وسواعد مصرية. بنتكلم طبعا عن الافتتاح الجزئي للمتحف المصري الكبير اللي بقالنا سنين طويلة حريصين على تغطية كل خطوة مهمة بتحصل فيه، لأنه أكبر متحف في العالم عن حضارة واحدة، الحضارة المصرية القديمة. هي من كام شهر كنا في زيارة للمتحف وعملنا جولة هناك، وكنت سعيد جدا الحقيقة بأننا بنشوف الحلم بيتحقق على أرض الواقع، وبيتحقق كمان بأفضل صورة ممكنة. ويمكن الواحد سافر ولف كتير من متاحف العالم، البريطاني واللوفر والبتروبوليتن وبرلين وكتير من المتاحف العالمية، لكنه أقدر أقول بمنتهى الثقة أنه مفيش متحف أحلى من المتحف المصري الكبير، لأنه من أول الشكل الخارجي والعمارة الحقيقة اللي خدت كتير من الجوائز العالمية والدولية، وفلسفة البناء أيضا، وفلسفة العرض والمعروض من القطع كمان، خاصة القطع الجديدة. احنا بنتكلم في أكتر من 40,000 قطعة أثرية، معظمها قطع جديدة بيتم أيضا عرضها لأول مرة، ومن المنتظر أن هي تغير كمان نظرتنا للتاريخ، خاصة أنه هيبقى فيه كتير من القاعات المخصصة لما قبل الأسرات، وبالتالي هنشوف برضو يمكن لأول مرة بشكل مكثف الحضارات ما قبل توحيد مصر في حكومة ودولة مركزية واحدة. تبقى في قاعات مخصصة لعلوم المصريين القدماء، لأدوات المصريين القدماء، للتكنولوجيا الحقيقة في العصر الحجري الحديث، ودي قاعات أيضا بكونسبت ومفاهيم جديدة هنشوفها في مصر لأول مرة، فضلا كمان عن الأسلوب الشيق في العرض وتوفر الترجمة والفترين المناسبة وشكل وآلية العرض، ووجود كمان أساليب العرض رباعي الأبعاد للأطفال وغيرهم كمان من اللي حابين يشوفوا عروض 3D و 4D عن طبعا الحضارة المصرية القديمة اللي ما زالت بتخلب عقول الكل.